مشاهدينا الكرام، للوقوف على تطورات المشهد في القدس ورفع المقاومة درجة الاستعداد للرد على الانتهاكات من المستوطنين، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب. أهلا بك أستاذ فخري. حياكم الله. بداية، لليوم الرابع على التوالي المستوطنون الصهاينة وبحماية قوات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى. هذا التصعيد المستمر كيف تقيم تداعياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني هناك إصرار من قبل سلطات الاحتلال وأدراعها التهويدية وما يسمى بغلاة المتطرفين والمستوطنين لفرض وقائع على المسجد الأقصى، وقائع تهويدية تلمودية ولاقتسامه، أو على الأقل مشاركتنا كمسلمين في المرحلة الأولى. نعم. وطبعا بذلك تقوم قوات الاحتلال و شرطة الاحتلال والقوات الخاصة باقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر مباشرة، وتبدأ بتفريغ المسجد من المصلين ومن هم بداخل المصليات، النساء في داخل قبة الصخرة، والشباب الذين يكونون معتكفين في داخل المسجد القبلي يتم محاصرتهم وأغلاق الأبواب عليهم، وتهيئة المنطقة من باب المغارب وهو الباب المفضي إلى المسجد الأقصى، ومنه يتم اقتحام المسجد الأقصى حتى المنطقة الشرقية بالقرب من باب الرحمة، تفريغ هذه المنطقة بشكل كامل ومنع أي شخص من التواجد فيها وإبعادنا بشكل تام. وهذا الإصرار على هذا التقسيم الزماني، وربما يعني يلحق المكاني لولا صمود وثبات الناس، هم يريدون مشاركتنا ويريدون أن يقولوا أن هناك قدسية لهذا المكان لليهود وبعد ذلك للمسلمين. وأظن أن هذه الإجراءات تزداد في ما يسمى بالأعياد اليهودية، والأعياد اليهودية كابوس على المسجد الأقصى وعلى القدس نتيجة أستاذ فخري، يعني زيادة الضغط. الآن الشيخ عكرمة صبري أكد قبل فترة ليست ببعيدة أن اقتحامات الأقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي إلى الانفجار. ما نوعية الانفجار المتوقع في هذه الحالة المستمرة من الاستفزازات الصهيونية وكذلك الضغوط؟ نعم، أولا ردة فعل الشارع المقدسي والشارع الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية كما حدث في العام الماضي، حيث أن يعني الحرب أو عدوان على غزة وسيف القدس اثنين كانت نتيجة هذه الاستفزازات ونتيجة يعني ما قام به الاحتلال وغلاة المتطرفين من انتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وأيضا حرمة رمضان. ولذلك ردة الفعل إما في الداخل فلسطين المحتلة عن طريق أفراد، أو ردة فعل المقاومة من غزة، أو حتى يعني من خارج فلسطين. أظن هذا هو الرد، وهذا هو ما يؤلم الاحتلال، وهذا ما يخشى الاحتلال حقيقة. في ذلك هناك خطوط لا يعني الاحتلال يحاول أن لا يتعداها بما يسمى بعدم زيادة التوتر وعدم تصعيد التوتر، لأنه يخشى. لكن لا بوادر لهذا الحديث أستاذ فخري، يعني الآن ما نراه هي عمليات استفزازية مستمرة. ما بوادر أن الاحتلال الصهيوني يخشى نقطة معينة لا يريد أن يتخطاها في سبيل أن لا يشعل الوضع، وخاصة أن المقاومة الآن مستنفرة؟ نعم، المؤسسة الرسمية الاحتلالية هي لها خطوط معينة حمراء، ولكن الذين يحاولون حتى إحراج هذه الحكومة أو محاولة يعني إسقاطها يحاولون يعني استفزاز مشاعرنا وزيادة الضغط وزيادة التوتر. فلذلك هناك حتى صراع داخلي الآن بين القوى يعني أجهزة الأمن الإسرائيلية وحكومة الاحتلال، وأيضا بين الغلاة المتطرفين الذين يحاولون إرباك هذه الحكومة الاحتلالية. ولذلك نرى يعني زيادة في الضغط من قبل استفزازات غلاة المتطرفين والمستوطنين مثل المتطرف بن كبير وجماعته، وبينما تريد حكومة الاحتلال التي هي يعني هي تحمل نفس العقلية وهي تريد القضاء والتفريغ وتغيير المعالم في المدينة المقدسة، ولكنها تحسب حسابات معينة. أما الذين يريدون تصعيد الوضع بشكل كبير غلاة المتطرفين والمستوطنين، وهي بالنهاية تحميهم وهي التي تساعدهم على يعني هذه الاستفزازات. أستاذ فخري، الآن ربما قد نفهم نقطة أن الاستفزازات الصهيونية الآن مستمرة لكن لحد معين، ربما قد لا يصل هذا الحد إلى أن يشتعل الوضع بالسلاح.
هل تعتقد بأن هذه مخططات أو لعبة مدروسة من الاحتلال في سبيل أن يجر المقاومة الفلسطينية إلى أن تبدأ هي بخطوة السلاح، وبالتالي يكون له العذر في استخدام قوة قمعية كبرى في سبيل إيقاف المقاومة؟ هل تعتقد بأن ممكن أن يكون هذا السيناريو؟ لا أعتقد ذلك في الأول والأخير، وخاصة في فترة الأعياد. الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي جبهة ضعيفة جدا، يعني رغم ما يعني ينشر وما يعلن عن أنها يعني قوة، ولكنها نمر على ورق حقيقة. الاحتلال يخشى هذا الأمر منذ عدة سنوات. الاحتلال لم يبادر إلى حرب، بل كان ردة فعل. فمثلا الآن سابقا كان الاحتلال هو الذي يهاجم، الآن المقاومة والفلسطيني هو الذي يهاجم، رغم يعني إمكانياته المحدودة وإمكانيات وتراسانة الاحتلال الضخمة. ولكن سابقا نعم، ولكن في الفترات الأخيرة لا أظن ذلك، خاصة هشاشة الجبهة الداخلية والخوف واعتماد الاحتلال على السياحة ورفاهية الشعب الاحتلالي الإسرائيلي. أظن أنها تغيرت النظرة وتغيرت حتى العقلية العسكرية الإسرائيلية بعد الإنجازات التي حققتها المقاومة والضربات التي تلقتها دولة الاحتلال. طيب، في سؤال الأخير لك يا أستاذ فخري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح اليوم أن علاقات بلاده مع الكيان الصهيوني شيء وقضية القدس شيء آخر. هل ينتظر دعم إسلامي تقوده تركيا بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إيقاف الانتهاكات الصهيونية؟ نتمنى ذلك حقيقة، يعني نتمنى أن تكون هناك فعلا يعني جمل لا يعني ليس فقط جمل، مجرد جمل لا تسمن ولا تغنو من جوع، نريد حقائق على أرض الواقع. الاحتلال دائما ما يراوغ، الاحتلال دائما ما يعني ينقض المواثيق والمعاهدات، فاتفاقية الوصاية الأردنية ينقضها الاحتلال. ولذلك نتمنى أن يكون فعلا تطبيق عملي لهذه الأقوال من نثق بهم ومن نتمنى أن يتحركوا تجاه نصرة القدس والمقدسات. حيث نصرة المصداق هو مسؤولية الأمة إن كانوا يعني حكام أو محكومين. عبر الهاتف من القدس عضو لجنة الدفاع عن سلوان الأستاذ فخري أبو دياب، شكرا جزيلا لك.